الكرة مشت للنادي، مشيها مشيها، خلصوها يا الأهلاوية، خلصوها يا الأهلاوية. الله، لن تكون أقوى بطولات إفريقيا إن لم يكن الافتتاح بسيد إفريقيا. رضا يسلم وكهربا يشعلها، والنادي الأهلي يتقدم بأول أهداف المباراة. الأهلي يا سلام، الأهلي أحلى كلام، الأهلي في كل مكان. الأهلي يتقدم في نهاية شوط المباراة الأول ليؤكد بأن القارة السمراء هي قارة حمراء، هي للنادي الأهلي. الأهلي يتقدم، كهربا أسست، إيه رضا حطها، إيه جمالك يا الأهلي، إيه دلالك يا الأهلي، النادي الأهلي. هذه المباراة سجل معي، سجل معي، يا عاشق الأرقام ويا عاشق التدوين ويا عاشق الإحصاء، هذه المباراة رقم 414 للنادي الأهلي في بطولات أفريقيا. ما هذا الرقم؟ 414 مباراة. هل تعلم أن النادي الأهلي انتصر في أكثر من نصفها؟ عالية وأمامية داخل منطقة الجزاء، تبعد الكرة من كهربا، رقم مرعب. فريق يلعب في بطولة قارية 414 مباراة. كرة ملعوبة رأسية، هذه محاولة التقدم، اوهو، هدف التعادل لسيمبا. سيمبا يسجل هدف التعادل عن طريق كيبو. كيبو ترك وحيدا في اللقطة الماضية. كيبو، أول أخطاء النادي الأهلي تعلن عن هدف لمصلحة سيمبا. التنزاني الذي يسجل عن طريق دينيس كيمبو. دينيس كيمبو يسجل، اللاعب التنزاني صاحب ال 24 سنة، ليشعل مدرجات من يمين مكابا ويعلن عن هدف التعادل. شوف شوف هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، المتابعة، الخطأ الكبير، الخطأ الكبير. كانت التقنية مفروض تكون حاضرة، لأن ربيعة ترك مكانه في اللقطة الماضية للتغطية وترك وحيد. كرة اللعب عرضية، وهدف ثاني مباغت، مباغت لسيمبا. سيمبا يسجل عن طريق كانوتي، هدف ثاني الآن بعد 4 دقائق من الهدف الأول، وأيضا بكرة رأسية. يتقدم سيمبا الآن ويقلب النتيجة على النادي الأهلي. فرحة عارمة كبيرة في ملعب بنيامين مكابا، حالة لا تصدق. الآن بالتقدم بالهدف الثاني، حطها حطها نيكاتيه، والصناعة كانت جميلة من أنيتي بازونكيزا. والتقدم الآن بالهدف الثاني، ماذا حدث للنادي الأهلي من حالة من عدم التركيز والتراجع؟ يتقدم سيمبا الآن، يتقدم سيمبا الآن، حدث الشيء الغير متوقع بناء على سير المباراة. سيمبا الآن يقلب النتيجة ويتقدم 2-1، وفرحة عامة تعيشها دار السلام. حكم المباراة اتخذ القرار، محاولة التشويش على المباراة، وحكم المباراة تصرف غير لائق. كرة ملعوبة للنادي الأهلي داخل منطقة الجزاء، الكرة يلا يا شباب، هو الأهلي ده، هو الأهلي ده، ما تستفزش النادي الأهلي. النادي الأهلي يعود سريعا، كهربا يفصل الكهربا في الملعب ويسكت الجماهير، واثنين اثنين ومنصورين بإذن الله. النادي الأهلي يعود عن طريق كهربا. بتعطل ويه، بتخرب ويه، ما تستفزش الأهلي. قاعدة في كرة القدم الأفريقية، هناك جبل اسمه النادي الأهلي، لا تستفزه. إذا استفزيته، إذا طاح عليك حيعورك، وإذا طحت عليه حيعورك.